عمانوئيل، الله معنا. في تكوين 37 بيحكي عن قصة معروفة لنا، يوسف. يوسف كان أصغر إخواته، وكان الرب يديله نعمة في حياته. أخواته كانوا بيكرهوه جدا، لكن جم في وقت لما يوسف راح يشوف إخواته، أخواته كانوا مفكرين إني مرسمين خطة، ويوسف اترمى في البير. لكن في نفس الوقت في وقفة بنفكر في تعامل يوسف في الموقف ده. طبعا لما حد يجي يقول لنا يعمل موقف معانا وحش، او تحس ان انت مظلوم من حد، او حد بيكرهك، او حد بيعاملك معاملة حاسس ان مش حلوة، يعني انت بتقعد تفكر انا مش هتعامل مع الشخص ده تاني، وتقعد تفكر طب ليه انا بيعمل معايا كده. لكن موقف يوسف كان غريب شوية. موقف يوسف كان رد فعله كان مختلف تماما عن رد فعل اي حد تاني، اي حد بيكون واخد قرار اني هاخد حقي ومش هسيب ومش هتنازع عن موقفي. لكن يوسف سكت وصمت وما فكرش ان هو يعمل اي حاجة رضيع. لكن تفكر ان جه الرب خلاه ملك ورب مديله نعمة واستخدام حقيقي، وتلف الايام سنين طويلة جدا، ويجي يحصل مجاعة، ويجي الناس دول اخواته اللي ضروه من سنين فاتت راحوا يسجدوا للملك ده. مين هو؟ يوسف اللي اتظلم واللي اتأذى من اقرب الناس ليه. يمكن انت بتفكر اني ممكن تكون جرحت من اقرب الناس ليك، وممكن تكون مستني التعويض او تشوف حقك بطريقتك. لكن انتظار يوسف خلى ان الرب يجيب حقه اكتر ما هو بيتخيل، اكتر من اي حد فينا يتخيل ان ازاي تسترد حقك من غيرك او تداول جرح بتاعك. يوسف الرب اداله استخدام ان هو يبقى ملك. يوسف كان رجل نجاحا. كلمات الرب جاي يقول كده، انا صابر ليك ومستنيك، ورجائي واملي حاططهم فيك. انت الرجاء وانت الامل، حتى لو انا مظلوم انت اللي هتعوض الظلم ده، حتى لو انا انسلب مني حاجات كتيره من اقرب الناس ليا. اذا كنت انت بتفكر في ورث مثلا والناس خدوا حقك وقرايبك خدوا حقك، لكن صدق في ربنا ان هو يرد المسلوب. صدق ان زي ما عمل مع يوسف خلاه ملك، وخلاه كل الارض كل شعب مصري يجي يعملوا ايه؟ يسجدوا ليوسف اللي كان مرمي واللي كان مقتهد من اخواته. تعال رنم معانا الكلمات ترنم دي، انا صابر ليك ورجائي واملي انا حاططهم وحافظهم فيك. صابر ليك ومستنيك، ورجائي وأملي حاططهم فيك. لا مش في الناس ولا في for
يا ربي بطلب منك يا رب انك تحلينا بفضيلة الصبر يا رب. قد كده يا رب مواقف بتعدي علينا بنبقى محتاجين فيها قوي نكون صبورين يا رب، ومش بنقدر مش بنعرف. اسهل ما علينا نتذمر ونعاتبك ونتمرد ونقول مش قادرين نحتمل، لكن يا رب في مواقف كتيره جدا بيبقى الصبر هو الحل، هو الشفاء يا رب. احيانا كتيره يا رب بنفتكر انه كلامنا اللي بيشفينا، لكن بالعكس الصبر والصمت يا رب فيه شفاء اقوى واكبر، لانه المكافاه بعد الصبر يا رب تزكيه وتعزيه وسلام غير عادي. خلينا يا رب نصدق ونكون واثقين انه بعد كل وقت صمتنا وصبرنا فيه يا رب عن ثقه في رجائك يا رب ورجانا فيك يا رب اللي مخلينا ساكتين وصابرين على حاجات كتيره ممكن تكون بتاذينا وبتجرحنا وبتخلي مشاعرنا يا رب مش في احسن حال، لكن صبرنا يا رب فيك بيدينا امل، بيدينا سلام، بيدينا تعزيه، بيدينا كمان مكافآت. شكرا يا رب على كل وقت اديتنا فيه صبر على كل حاجه ممكن يكون رد فعلنا فيها انه ما نصبرش. شكرا يا رب على وقت كبير يا رب عدى في حياتنا يا رب علمتنا فيه انه لما تصبر فعلا فعلا هتشوف ايد قديره بتتمد وامور عجيبه بتحصل. هو ذا الذي انا هفاعله معك رهيب. الشيء الرهيب ده يا رب مش هيحصل في يوم وليلة، أكيد هياخد وقت لأن مواعيدك غير مواعيدنا وتوقيتاتك غير توقيتاتنا، بس علينا نصبر من فضلك يا رب. أنا بطلب يا رب من أجل كل حد محطوط في مرض في ضيقة في شدة يا رب الصبر من فضلك، ادي ولادك إن هم يقدروا يصبروا، ومش بس الصبر، الصبر بتعزية، الصبر بثقة، الصبر برجاء فيك، الصبر بإن عينينا تكون عليك يا رب. وأكيد أنا أثق إن إيدك بعد كل صبر من كل حد يا رب عينه عليك فعلا وصبر وصدق فيك إنك أكيد هتعمل معي شيء رهيب. أمين.